تخافوش يا أصدقائي، ده مشهد سينمائي عن الديناصورات. الديناصورات يا أصدقائي نوع من الزواحف القديمة التي عاشت على الأرض قبل وجود الإنسان ب 65 مليون سنة. تنوعت الديناصورات في الحجم، فمنها ما يصل إلى 15 متر والبعض الآخر يصل إلى حجم الدجاج. فتوصل العلماء إلى أن الديناصورات كانت آكلة للعجب. اختلف العلماء يا أصدقائي حول الطريقة التي انقرضت بها الديناصورات، إلا أن أشهرها هو سقوط نيزك على الأرض مما أدى إلى دخان كثيف لم تستطع الديناصورات التكيف معه وانقرضت.